العامل صاحب الجلالة على الإقليم الجديد السيد نائب رئيس المجلس الإقليمي، السيدات والسادة المنتخبون أعضاء مجلس جماعة تزنيت، السادة ممثلي الغرف المهنية، السيد باشا مدينة تزنيت، السادة رؤساء المصالح الخارجية، السيدة ممثلة برنامج التعاون المغربي الألماني جي زيد، السادة رجال الإعلام والصحافة الإلكترونية والمكتوبة، السيدات والسادة رؤساء الجمعيات بالمدينة. أيها الحضور الكريم، في البداية اسمحوا لي باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس جماعة تزنيت أن أرحب بكم شاكرا لكم حسن الاستجابة والحضور بين ظهرانينا اليوم في إشغال هذا المنتدى واللقاء السنوي للجمعيات الذي ذهبت جماعة تزنيت على تنظيمه كل سنة منذ سنة 2006 في إطار آليتها التشاركية لإشراك المجتمع المدني كشريك في السياسة المحلية العمومية واتخاذ القرار المحلي في خطوة الانتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية وتكريس سياسة القرب والانفتاح على الجمعيات والتواصل الدائم معها والاستماع لمقترحاتها وحاجياتها وفق مبادئ وقيم الحكامة المحلية الجيدة القائمة على التشارك والتشاور والتعاقد والتعاون، وهي قيم نؤمن بها في تدبيرنا للشأن المحلي وفي وضع كل البرامج والمشاريع التنموية لفائدة هذه المدينة العزيزة علينا جميعا. أيتها السيدات والسادة، إن تنظيم هذه النسخة العاشرة للمنتدى السنوي للجمعيات يأتي في سياق جديد بعد أول انتخابات جماعية منبثقة عن دستور 2011، أقصد الانتخابات السحقة الأخيرة، الجماعات الترابية والجماعات والجهوية ومجلس المستشارين، وصدور قانون تنظيمي جديد للجماعات يغير تقريبا ما يسمى سابقا بالميثاق الجماعي. هذا القانون الذي أتى بمجموعة من المستجدات حيث أقر بضرورة وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمات المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج عمل الجماعة، وهذا من أهم ما جاء بهذا القانون التنظيمي الجديد. وبالمناسبة ربما أدعو الإخوة في مسؤولي النسيج الجمعوي بالمدينة أن ينظموا يوما دراسيا خاصا لمدارسة هذه الفصول الجديدة وهذه المقتضيات القانونية الجديدة التي وردت في القانون التنظيمي للجماعات. تماشيا مع الأدوار الجديدة التي أعطاها الدستور للمجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية هامة في وضع السياسات العمومية، وأكثر من ذلك فقد خصص القانون التنظيمي للجماعات بابا خاصا بشروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات في خطوة قوية من المشرع واعتراف منه بدور الجمعيات بدور الهام وإشراكها في بسط قضايا التنمية المحلية وإشكالياتها ووضع رؤية تنموية مشتركة وتطوير العلاقة بين المجتمع المدني والجماعة والانتقال من علاقة مطلبية إلى علاقة تكاملية، وهذا أيضا جديد. من حق الجمعيات حاليا أن تطلب من مجلس الجماعة أن يدرج في نقطة جدول أعمال إحدى دوراته مسألة من المسائل التي يراها هامة ويرى أن من ضرورة المجلس أن يتداول فيها ويصدر بشأنها مقررات وتوصيات. هذه العلاقة التكاملية تقوي حس الانتماء للجماعة وبناء هذه المدينة ومستقبل البلاد. ومن أجل كل ذلك ولتقوية أواصر التعاون بين جماعة تزنيت والمجتمع المدني المحلي، فقد اختير كشعار لهذه النسخة العاشرة للمنتدى شعار تقوية وتجويد القدرات الترافعية للجمعيات دعامة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، وهو شعار اخترناه انطلاقا من إيماننا الراسخ
وقناعتنا الثابتة بأن الحق الدستوري الذي أعطي اليوم للمواطنين وللجمعيات للترافع وتقديم العرائض والمقترحات سيؤسس لمرحلة جديدة في إطار مسلسل الديمقراطية الصامتة بجماعتنا والتي استطاعت أن يضرب بها دائما المثل في عدد من الملتقيات الوطنية والدولية في إشراك المجتمع المدني في صنع القرار المحلي. وإننا إن شاء الله عازمون على مواصلة العمل معكم لتنمية هذه الجماعة، ونعتبر أن ترافع المجتمع المدني سيساهم في الرقي بأداء الجماعة، وسيمكن من وضع قواعد وميثاق شرف بين الجماعة وبين النسيج الجمعوي. وبالمناسبة لا يفوتني أن أشكر جميع الجمعيات في المدينة على كل ما تقوم به من أجل تنمية هذه المدينة اجتماعياً ثقافياً رياضياً بيئياً، ولا أدل على ذلك من عدد الجمعيات اليوم في المدينة الذي بلغ أزيد من 280 جمعية. وأجدد لكم من هذا المنبر استعدادنا للتعاون معكم، خصوصاً وأننا مقبلون إن شاء الله على وضع برنامج عمل الجماعة، لأن القانون أيضاً يفرض على الجماعات أن تضع برنامجاً تنموياً لمدة 6 سنوات، ويفرض القانون التنظيمي أن يكون وضع هذا البرنامج بمقاربة التشاركية، يعني أن يكون هناك تشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والمدنيين داخل الجماعة. ونحن في الأسابيع القليلة المقبلة سنشرع في وضع هذه الآليات حتى نتمكن جميعا من وضع برنامج تنموي للمدينة يرضي جميع شركائنا في جميع المستويات. نشرك فيها المجتمع المدني كما أننا سنعمل على خلق هيئة المساواة وتكافؤ الفرص التي ستضم فعاليات مدنية، كما سنعمل إن شاء الله على تطوير وسائل التواصل واللقاء معكم وتنشيط مبادرات الأحياء والقرب منكم. وفي الأخير أتمنى لأشغال هذا المنتدى كامل التوفيق والنجاح والخروج في الورشات بتوصيات قوية سنأخذها إن شاء الله في وضع الميزانية التشاركية والبرامج التنموية للجماعة. وقد كان بودنا أن ندخل لمسة إبداعية وتجديدية في هذا المنتدى السنوي للجمعيات، ولكن نظرا لضيق الوقت لم نتمكن من ذلك، وقد أجرينا عدة اتصالات حتى تحضر معنا بعض الشخصيات المعروفة في عالم الفكر والثقافة على الصعيد الوطني أو الدولي، لكننا كما قلت نظرا للإكراه ديال الوقت ما تمكناش. وتم الاتصال بالدكتور الطوزي لكي يحضر معنا، ولكن كان عنده سفر إلى خارج المغرب. تم الاتصال بالدكتور حسن طارق ما تمكنش يجي لأنه عنده سفر إلى لبنان. وأخيرا تم الاتصال بالأستاذ محمد الساسي باش يحضر، ولكن هو أيضا اعتذر في اللحظات الأخيرة. ولكن إن شاء الله في المنتديات المقبلة التي ستأتي في السنوات المقبلة غنحاولوا نطوروا هذا المنتدى وندخلوا فيه واحد العدد ديال الفقرات اللي غادي تجعلوا يكون في مستوى الرهانات الموضوعه على المجتمع المدني في الدستور الجديد وفي القانون التنظيمي ديال الجماعات. وثانيا ايضا بما ان الان البلديه ديال الجماعه التي تتكلم عندها السبق في تنظيم هذا المنتدى السنوي، وهذا المنتدى السنوي يعني عنده صدى على الصعيد الجهوي وعنده صدى على الصعيد الوطني وعنده صدى على الصعيد الدولي، فالجماعات الاخرى الان انطلاقا من القانون التنظيمي يعني غادي نطلبوا منتديات من مثل هذا المنتدى. اذا فاحنا خصنا المنتدى ديالنا ان ينتقل من هذا المستوى الى مستويات اقوى ويعني واكثر تطورا وتطويرا، وهذا ما سنعمل على القيام به في السنوات المقبله في السنه المقبله ان شاء الله. مره اخرى اجدد لكم الشكر والترحاب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.